السلام عليكم الخواتات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صباح الخير عليكم ولا مساء الخير عليكم. المهم صباح الخير الخواتات، صباح الخير الميمات، صباح الخير اي وحده عزيز عليها او عزيز عليها او ما تمنزيدات. كنقول ليها صباحك مبروك، ولا شوف الفيديو امتى غيلقاكم، يا الصباح ويا العشيه، وقت ما لقاكم يلقاكم الخير ان شاء الله. اليوم غنخدم معكم البنات هضر شيماء، بصراحه ما بيناش ولكن غتشوفوها في الخدمه كيفاش غتجي. هنا الوسط كاينه الشبيكه وفي الجناب ديالها كاينه الخدمه بالوريده بالتدوار المرمى. غنبدا بسم الله وعلى بركه الله التطبيق ديال هاد الرشمه. ما تنساوش الله يجازيكم بخير فضلا منكم، ما تنساوش يعني ملي كتفرجوا واحد لايك، الله يجازيكم بخير. لايك هي ديك البصمه، داك الايد اللي فيها البصمه كتكون فوق، الناس اللي ما عارفينش لايك. شكرا لكم بزاف بزاف. هنا غنخدم الخطوط بهذا الشكل هكا. هنا في الجناب راه جات على شكل قبه، جات على شكل قبيبه صغيره. انتم معايا تشوفوها مع مرشومه مع الفلاش تاع الضوء، ما بينش الرشمه. اللي غتسول فاش خدامه في الماكينه الانتيغري اللي عندها اللي كنتحكم في السرعه. هنا دايره السرعه الماكسيموم ديال السرعه، بغيت نقص راه كنقص لكم. دابا راني نقص منها شويه. صراحه هاد الماكينه كتعاون بزاف البنات اللي عندهم مشاكل ديال السرعه ديال الماكينه. الا كانت الماكينه سريعه راه كتصعب عليكم التعليم، يعني كتعود سابقاكم. صافي هنا تخدمت لي كارو الوسط، دابا غتشوفوا الوردي كيفاش غنخدمهم. بسم الله. غنكمل الخنيجرات. بسم الله. علاش كنخلو هاد لهنا الجناب هما الاخرين باش هما اللي كيديرونا لا فينيسيون. نخلو نخدم هاد الوريقة. نخدم هاد الوردة.
الاشاره البنات انا راه دايره الفيزلين لتحت، يعني تحت من الثوب دايره الفيزلين. يعني كنعمر هاد البلاصه هنا دوك نتوما معايا حتى تشوفوا الشكل ديالها، هي كتخدم وكتبان الشكل ديالها كيفاش غتجي. نكمل هاد اللصقه اللي كتلصق لي الماكينه، يا سبحان الله. مش غير بين ما يحلو بين ما يحلو اصحاب المحلات ونديها ان شاء الله المعلم. شوفوا معايا كنخدم كل وحده بوحدها، كنوصل هنا كنقص عراب وكندور المرمط. بصراحه هاد الماكينه عندي هاد الانتيغري الا كثرت ليها السرعه راه كتعود تقطع. دابا انا غنقص شويه، غنقص شويه من السرعه. شفتوا معايا ما كتبقاش تقطع بزاف، ولا ما تقطعش لك كاع، انت كملت ورده بلا ما قطعت. هادشي علاش بعض المرات السرعه ديال الماكينه البنات راه صعيبه على الماكينه. ها دابا انتم هي باقا ما قطعاتش كيف ما كتشوفوا معايا، ما قطعاتش نهائيا. خدامه بواحد السرعه معينه. ديما كنكسيريش عليها بزاف كتخدم مزيان. يعني ملي ما كنكسيريش ملي ما كنديرش السرعه الكبيره ولا الكثيره راه سامغش خدامه مزيان. فهمتي فهمتوني البنات بنقول لكم، يعني السرعه دايره 1600 في الاول راه كديرها الماكس، يعني الجهد ديالها كامل كدير السرعه ديالها كامل. يعني انا عارفه هاد الماكينه عندي راه كنت غنبدلها البنات، كنت غنشري ماكينه واحده اخرى وانا نجرب، كنت غنجرب نبدل ليها غير الموتور. كانت كتقطع بزاف، كانت كتقلقني بالتقطع، ولكن ملي بدلت ليها الموتور بهاد الانتيغري ما بقاش كتقطع. كانت بحال هاد الورده دابا راه غتقطع لي واحد ربعات المرات ولا خمسه فيها، يعني غتقطع لي واحد ربعات المرات ولا خمسه فيها ما كاش كنعجبني. اما دابا الا بغيت نبقى خدامه غير بسرعه قليله ما تقطعش، يعني قليل ما نتوما تشوفوا قدام عينيكم. كنت في الاول نتا هاد السرعه شفتو تقطع. بسم الله
الدمعة هكا تكون سريعة، سبحان الله العظيم. أنا ولفت ماكينة سانجير. هادي بروتر البنات اللي خدامه بها دابا، لا مارك بروتر. وما عرفنا بروتر ولا برادر ولا مهم سميتها بحال هكا. الرشمة كيف جات حلوة بحال هادي، تجي في الافتحات تجي زوينة. البنات المبتدئات الله يجازيكم بخير، اشنو المشاكل اللي عندكم في التطريز؟ خلوا لي لي كومونتير اشنو بغيتوا، يعني ما بغيناش نساو حق البنات المبتدئات، البنات اللي مبتدئات ولا عندهم مشاكل في التطريز، اشنو الدروس اللي بغيتوا نزل لكم، نزل لكم نتوما اللي اختاروا. غنخدم اخر وريقه وغنقول لكم السلام عليكم، وبغيت البنات المبتدئات اللي عندهم اي عن اي وحده عندها شي مشكل شي حاجه تنزلها ليا، اللي طرح السؤال وغادي نجاوبه. وهكذا البنات غنقول لكم السلام عليكم، هذه هي الرشيمه. شوفوا البنات هذه تجي فوق الافتتاحات وتجي في القبيب، يعني يجو جوج بحال هكا في الافتتاحي، يعني في الافتتاحات ديال الجلابه ولا في القب تاع الجلابه، بركه ديال الجلابه خفيفه وراقيه. هاد لي كارو نعمروهم بحجيرات، نخليهم هكا كيبقى لينا التزيين والشكل الاخير اختياري. البنات اللي عندها شي مشكل ولا بغات شي درس خاص نزلوا ليها، خاص بخصوص المبتدئات، ما بغيتش نساكم وما بغيش ما يكونش لكم جزء خاص بكم في هذه القناه. يعني اللي عندها شي تساؤل تخليه في الكومونتير، وانا راه كتشوفوني راه اي وحده كنجاوبها على الدرس اللي بغات. يلا بسلام عليكم والى اللقاء ان شاء الله في حصه جديده من حصص تعلم طرز الرباطي المتقون مع ام عثمان زيدات.